السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. اذا فيديو اليوم في اخبار يعني مهمه، واخبار يعني اللي صراحه تصب في مصلحه المنتخب الوطني، اخبار جيده. الخبر الاول يخص بمنافس المنتخب الوطني. طبيعه الحال لازم نعرفوا اخبار المنافس تاعنا باش نعرفوا المنافس كيفاش راهو يفكر وكيفاش راهو يستعد لمواجهه المنتخب الوطني باش نديروا كامل الحسابات. الصحافة الكاميرونية، فإن لاعب دورتموند اللي هو لاعب مهاجم خطير يوسوفا موكوكو اللي راح له في جولة أوروبية، راح له المدرب سونغ، فإنه ليس متاح للمنتخب الكاميروني بسبب الإصابة العضلية إلى غاية نهاية مارس. هذا خبر الأول. الخبر المهم مهم جدا، الخبر المهم جدا، بعد ما تكلمنا انه رايح المدرب سونغ يعمل جوله اوروبيه وخاصه يبدا من المانيا، وراح يقابل الوالد جوال ماتيب مدافع ليفربول اللي كان بعيد منذ سنوات عديده على المنتخب الكاميروني، وتكلمت الصحافه انه وجهه النظر تقاربت بين الوالد وطرح المدرب والوالد يعني، وتفاهموا على عديد النقاط. اللاعب يرفض الرجوع إلى المنتخب الكاميروني حسب الصحافة الكاميرونية وحسب المصدر الصحفي الكاميروني جورج ميمبي اللي تكلم وقال أن مدافع ليفربول يقول لا للمنتخب الكاميروني. إذن الصحفي، نعود، جورج ميمبي مدافع المنتخب الكاميروني جوال ماتيب يقول لا للمنتخب الكاميروني. هذا اللاعب لاعب مهم جدا، عنده حجم كبير خاصة في الدفاع المنتخب الكاميروني. لما ما يكونش جوال ماتيب في الدفاع المنتخب الكاميروني، المنتخب الكاميروني أنا بالنسبة لي منتخب عادي جدا. فرصة لمهاجمي المنتخب الوطني، فرصة لإسلام سليماني وبعض ربما يكونوا المهاجمين جدد، وربما ثاني أيضا احتمال كبير، احتمال كبير انه يكون بغداد بونجاح في قائمه المنتخب الوطني في المقابله تاع الذهاب ومقابله العوده. إن فرصه لينا، فرصه مهمه، انه غياب وحسب نقول ونعاود حسب الصحافه الكاميرونيه وحسب الصحفي جورج ميمبي اللي اكد انه اللاعب جوال ماتيب يقول لا للمنتخب الكاميروني. اذا فرصه جيده لنا، ويعني خبر مفيد ومهم جدا للمنتخب الجزائري، خاصه للقاطره الاماميه ولهجوم المنتخب الجزائري. الان عرفنا بعض المعطيات على المنتخب الكاميروني. قلنا يوسوفا مكوكو مهاجم الخطير لدورتموند مستبعد على منتخب الكاميروني الى غايه نهايه مارس بسبب الاصابه العضليه، وحسب الصحافة الكاميرونية جورج ميمبي الصحفي الكاميروني اللي أكد أنه جوال ماتيب يقول لا للمنتخب الكاميروني. نرجع لتصريحات على الأمس، وعندي عليها واحد التعليق على آية نوري اللي تكلم على مع الصحافة الإنجليزية وفي شبكة سكاي سبور الإنجليزية، تكلم أنه على المشوار الرياضي نتاعو. أهم تصريحات آية نوري ظهير ويلفرهامبتون. كشف آية نوري عندما سئل عن أوروبا وكأس العالم، كانت هذه أحلام منذ أن كنت طفلا، يجب أن أواصل العمل الجاد للعب المنافسات الكبرى، لقد كان حلما لكنه الآن هدف. يعني الهدف نتاعي حاب نلعب لكومبيتيسيون سواء المنافسات الأوروبية أو كأس العالم، الكل يريد اللعب لكأس العالم، وأنا حقا في وضع جيد على الساحة الدولية. مش معناها في وضع جيد على الساحة الدولية، راح نرجع لها. إذا سنحت لي فرصة اللعب هناك لأي بلد، فرنسا أو الجزائر، فسيكون ذلك شرف كبير، وأنا فخور حقا بجذوري الفرنسية والجزائرية. أول حاجة نرجع لي، أنا في وضع جيد على الساحة الدولية، أنا في وضع جيد على الساحة الدولية. وش يقصد بها هذه؟ يقصد بها ربما يكون اللاعب يعني خلاص دار قرار، دار قرار. الثانية، الساحة الدولية يعني اللاعب هذا بدا يبان، بدا يشعر بالطمأنينة، بدا يجيب ليه الأنظار سواء للمنتخب الجزائري أو للمنتخب الفرنسي، نحكي على المسؤولين. طريقة الحوار تاعو في سكاي سبور اللي يقول سواء عيطت لي فرنسا أو الجزائر وانا فخور باصولي الفرنسيه او الجزائريه، ما نقدروش نلوحوه في
إخانة أنه هذا ما عندنا ما نديروا به، لأنه هذا راه يخير لازم تقول لالجيري. أنا نذكركم غلام أيضا قال أنا ماذا بي نلعب مع فرنسا، وكاين لاعبين آخرين وراح يجي وقت تشوفوهم صوت وصورة يقولوا أنا ماذا بي نلعب مع المنتخب الفرنسي. وفي الأخير ماذا اختاروا؟ اختاروا الجزائر ولعبوا وقدموا الإضافة الكبيرة للجزائر ودماءهم سالت على الجزائر. هذو ما اللي قالوا نحب نريد أن نلعب مع فرنسا. مش نذكركم وكاين الأدلة، كاين الأدلة صوت وصورة ومقالات صحفية تكلموا من بينهم غلام والعديد من اللاعبين ليس غلام فقط، قالوا نحن الهدف نتاعنا باش نلعبوا مع المنتخب الفرنسي، وفي الأخير لعبوا مع المنتخب الجزائري وقاتلوا مع المنتخب الجزائري واستماتوا مع المنتخب الجزائري ولعبوا بالقلب مع المنتخب الجزائري. إذن هذا الكلام لا يعني ما يأثرش، أنا بالنسبة لي عادي الأمور تعني عيطت لي فرنسا ولا عيطت لي الجزائر ولازم تجي للجزائر، أنا بالنسبة لي هذه أمور عادي. لأنه لماذا؟ لأنه عندنا أمثلة للاعبين كانوا يرغبون في اختيار المنتخب الفرنسي وكان حلمهم يلعب مع المنتخب الفرنسي، لكنه ما بعمل جبار من قبل الاتحادية السابقة، وكيقول الاتحادية السابقة نقصد بها الحاج محمد روراو اللي كانت عنده يعني بصمة كبيرة مع وليد صادي مع الطاقم نتاعو اللي جلب يعني العناصر هذه اللي ساعدت المنتخب الوطني في الوصول الى ثم نهائي كاس العالم، وايضا حتى الحصول على كاس افريقيا من بين العديد من العناصر بن ناصر وغيرهم وغيرهم. كان الهدف نتاعهم ماهمش جلهم بعض منهم، كان الهدف نتاعهم هو اللعب للمنتخب الفرنسي، ولكن امور تغيرت ولعبوا للجزائر واستماتوا في الدفاع على الوان المنتخب الوطني. اللاعب هذا لم يقل لا للجزائر باش نتفاهموا، وما قالش ايضا لا لفرنسا، باش نكون معاكم انا حيادي، نكون حيادي، لم يقل لا لفرنسا ولم يقل لا للجزائر. هنا فرق. قبل وطني يستدعيه ما يستدعيش هذيك لا ادخل انا في نيه المدرب ونوايا المدرب. الشيء اللي نقدر نعطي رايي فيه، نعطي رايي فيها هو طريقه كلام الناخب الوطني في الندوه الصحفيه لصرات على لاعبين المزدوجين الجنسية أو المغتربين أو البيناسيونو. قال جملة مفيدة، من اللاعبين رانا باغيينهم وهذا من اللاعبين نحتاجوهم وهما على بالهم بلي رانا نحتاجوهم. رمى اللوم على الوالدين تاعهم، هو يقول هكذا للوالدين تاعهم ما ساعدوهمش ولا ما عاونوهمش باش يختاروا مشوار تاعهم الدولي مع المنتخب الجزائري. هذا كلام ناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي. انا يعني بحكم الندوات السابقه واللقاءات الصحفيه السابقه قبل كاس افريقيا وعندها يعني المده هذه، دائما لما يتكلمون على اي طوري وعوار ورايان شرقي وياسين عدلي دائما يقول هذم لاعبين فرنسيين ما تزيدوش تكلموا لي عليهم، ما تزيدوش تكلموا لي عليهم، وكاين الفيديوهات وكاين التسجيلات صوت وصوره، هذا من اللاعبين ما تزيدوش تكلموا لي عليهم لانهم لاعبين فرنسيين من الاخر. لكن المره هذه قال هذم اللاعبين نحتاجوهم، واحد هذا من اللاعبين نحتاجوهم، هذا من اللاعبين يعني هما على بالهم باللي رانا نحتاجوهم، وهذا من اللاعبين ماذا بيا يكونوا في المنتخب تاعنا يعني منتخب تاع بلادي. هذا جمال بالماضي. هنا ما نقولش انا تغيرت اللهجه ولا الطريقه ولا ماناش عارفين، ربما المدرب كان يتصل بهم ماناش عارفين. اذا ما حبيت يعني واش حبيت نقولوا كلام بالماضي الندوه الصحفيه ايضا على هل يوجد تغييرات في القائمه، كان قال باللي ما نقدرش نعطي تفاصيل او ما نقدرش نعطيك ديتاي كامله، ضر مع الصحفي قالوا ما نقدرش ندخل في التفاصيل هذه، انا درت تحاليل تاعي ودرنا لاناليز انا ولي جوار. ربما نقول ربما يكون وجه جديد واحد او اثنين، ربما ربما وربما يكون وجوه قديمه وربما ما يكون ولا لاعب، تكون نفس التشكيله. لكن انا بحكم الكلام تاع غموض تاع بالماضي غموض هذا قادر يكون يعني يخبي في اوراق وما حبش يكشف على بعض الاسماء الجديده او ممكن اسم جديد. القرار الاول والاخير يرجع للمدرب جمال بلماضي، هل جمال بلماضي يرغب في هذا اللاعب وهل يعني تمت اتصالات بين جمال بلماضي وهذا اللاعب، الله اعلم. اذا الايام القادمه وكل اسبوع القادم ولا على اقصى حد بعد 10 ايام ولا ممكن ربما تخرج القائمه ويبان فيها كل شيء. اذا نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.